أهلا بكم مرة تانية في الماتش. نهائي دوري أبطال إفريقيا على مستوى الذهاب انقضى والإياب مقبل، والأهلي يستعد وغدا يوم راحة قبل العودة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة الإياب أمام الوداد البيضاوي المغربي. داخل الاستوديو الذي كان متواجدا في استاد القاهرة بالأمس لتغطية المباراة الزميل الناقد الرياضي المتألق حسين غريب. حسين أهلا بك، منورني. أهلا بيك يا هاني، منور الدنيا وسعيد إن أنا معاك. إيه الأخبار؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. بما تصف نتيجة مباراة الأمس؟ بالتأكيد كنا نتمنى نتيجة أكبر، لكن نتيجة جيدة، مش هنقول إن هي سيئة ولكن جيدة مقارنة بمستوى الأهلي ومستوى الوداد وشخصية الأهلي اللي دايما بتظهر في الأوقات الصعبة. ف يعني أوكي إن أنت تروح المغرب وبفرق هدف وعندك أفضلية، الدنيا عفوا الدنيا مش صعبه، مش كارثه يعني زي ما الناس متخيله من امبارح. انا شايف ان الامور في المتناول لسه. في المتناول لسه. يمكن الزعل حصل بسبب السيناريو اللي بيه استقبل الاهلي هدف ما كانش باين قوي ده، والهدف جه متاخر. شفت من الناحيه الفنيه اسباب تفوق الاهلي في اغلب دقائق المباراه واسباب استقباله هدفا في نهايه اللقاء؟ زي ما انت قلت، هو الهدف يزعل لانه جاي متاخر وجاي بعد سيطره شبه ميدانيه للاهلي طوال المباراه وتفوق في كل شيء واضاعه فرص وسيطره والاجواء كلها مثاليه جدا. ففكره ان انت تستقبل هدف في اخر الدقايق وانت 2-0 اكيد بالتاكيد احسن من 2-1. ممكن نشوف غياب تركيز مثلا من اللعيبه في الوقت ده، استسهال شويه للمباراه، لكن انا شايف ان الاهلي اجمالا عمل مباراه كويسه. وانا دايما بحب ان احنا نقيم الاداء بغض النظر عن النتيجه. تمام. احنا بنتكلم كان ممكن جدا ما يجيش الهدف ده، مفهوم. كان ممكن جدا الاهلي يسجل هدف ثالث، كل الاحتمالات كانت وارده. فاحنا بنقيم الاداء دلوقتي مش بنقيم النتيجه. على مستوى الاداء الاهلي قدم اداء عظيم جدا، مش عظيم جدا، لان عظيم جدا دي كانت لو ما فيش اخطاء حصلت. يعني انا بشوف ان الهدف اللي استقبله الاهلي جاي بسبب مثلا تأخر التغييرات، انك معرفتش تمسك نص الملعب في الوقت اللي بدأ الوداد يفوق نفسه فيه. فانا عايز اعرف رأيك وانت في ارض الملعب، حسيت انه الاهلي كان بامكانه منع استفاقة الوداد اللي تحققت مؤخرا؟ هشرح لك حته التغيير تاخر التغييرات دي من وجهه نظر كولر. تمام. لما اتسال عليها في المؤتمر الصحفي اتقال له ان انت اتاخرت شويه في التغييرات، فده كان سبب ان الفريق يستقبل هدف. هو وجهه نظره ان لا، انا مش هغير بس اللعيبه هتلتزم اكتر. لو تفتكر وقت ماتش الترجي لما الناس كانت بتشاير ومبسوطه ومنبهره بالاربع دقائق والثلاث دقائق والتمريرات اللي اتعملت دي، الراجل كان عايز كده امبارح والاهلي متقدم 2-0. تمام. انا عايز استحوذ، مش عايز اغامر وهاجم، ولا عايز اتكتل واسيب الاستحواذ للوداد. انا عايز اجمد اللعب وابدا اهمد الفريق اللي قدامي، ولو قدرت اضيف هدف ثالث اضيف، لو ما قدرتش وخرجت 2-0 انا مبسوط والدنيا تمام. هو كان عايز كده. بعد الدقيقه 70 عايز اقول لك ان هو كان متعصب جدا على بيرستاو، لان بيرستاو كان بيتقدم كتير لقدام وما بيقومش بالواجب الدفاعي مع محمد هاني. حتى هو قعد يزعق، ما كانش شايفه بيرستاو. كهربا قال له بص للكوتش، يعني شوف هو بيقول لك ايه. بص له قال له ارجع قدام محمد هاني. الهجمه اللي بعدها على طول بيرستاو كان موجود في نص الملعب قدام محمد هاني. فهو الراجل كان عايز كده، الاجنحه ترجع تسيطر، يعني تجمد اللعب في وسط الملعب. هو حتى قالها في المؤتمر الصحفي، قال انا فكره ان الكره كانت رايحه جايه، هو مشكلته، انا بشوف ان هي مشكلته كده من اول ما مسك الاهلي رغم كل النتائج دي. إيه هي مشكلته مع اللعيبه في الملعب، حتى بيبقى متعصب جدا في مباريات يمكن حصلت قبل ما الاهلي يعمل سلسله الانتصارات اللي فاتت دي. قبلها كانت الدنيا مش احسن حاجه على مستوى النتائج ومستوى استقبال الاهداف. هو في وجهه نظره ان انا ابقى عندي الشخصيه اللي وقت ما احب اجمد اللعب اجمد، وقت ما احب اهاجم اهاجم. بس كان في مؤشرات لان اللعبه ما اتجمدش وان الوداد